تتحدث اللغة العربية بالكلامة، وهو اللي موثق الشرطة كي يتعامل مع بيحصاد الفريق. شكرا شكرا جزيلا على رأيكم بالنسبة للمام اللغوي المام اللغة العربية. أيوة نتمنى إن شاء الله للعجميين، نتمنى كل الدول العربية والدول العالم كي أهل الشرطة في عائلة الشرطة ليتعلم اللغات المتعددة كي يؤدي واجبهم بكل انحرافية وكل سهولة. ما شاء الله. يحيى الشرطة الإندونيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.